بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم السبت 7/8/2021 تم تحميل 17 طن من لحوم صقوق الأضاحي، وذلك لإيصالها إلى المديريات الآتية: بني سويف 3 طن، الفيوم 4 طن، القاهرة 4 طن، القليوبية 3 طن، البحيرة 3 طن، وذلك لتوصيلها إلى السادة وكلاء الوزارة. وكل عام وأنتم بخير، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.